ترجمة لمشروعها الطائفي المدمر للهوية والوعي، يأتي اختيار الحوثيين لوزارة التربية والتعليم مدعما بتعيين يحيى الحوثي على رأسها في مناصفة الحكومة اللاشرعية للانقلابيين. بهذا الاختيار والتعيين تدخل العملية التربوية والتعليمية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون مجال التجريف الشامل والقصف الممنهج لذاكرة ووعي الأجيال. ففي الساعات الأولى من إحكام الحوثيين قبضتهم على وزارة التربية والتعليم، بدأت إرهاصات هذه الخطوة التدميرية تطفو على أرض الواقع، امتدادا لمشروع سلالي قطع شوطا طويلا في إجهاض العملية التعليمية والتربوية برمتها. وفي الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية عن توجيه يحيى الحوثي بحرق كل مناهج التربية الإسلامية، كشفت مصادر أخرى عن أمر وزاري لمطابع الكتاب المدرسي بطبع ملازم وتنظيرات حسين الحوثي وإقرارها بدلا عن التربية الإسلامية في المنهج المدرسي الجديد. يأتي هذا في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام صورة من كتاب القراءة الجديد للصف الأول الابتدائي، يتضمن شعار الصرخة وعبارات تمجد الحوثيين وسيدهم وتصنع جيلا معاقا ذهنيا. هذه التجريفات الطائفية لأذهان النشأ وعقول الطلاب دفعت بكثير من الناشطين اليمنيين والمنظمات الحقوقية المحلية لإطلاق صرخة استغاثة لإنقاذ التربية والتعليم من جرائم الحوثيين بحق الأطفال والأجيال والوطن. وأمام استلاب وعي الأجيال وتسميم المناهج المدرسية بحقنات سياسية وطائفية تدمر حاضر ومستقبل اليمن، ليس على اليمنيين سوى أن يتماسكوا ويقفوا يدا واحدة ضد هذا الغزو الفكري وفي بلدهم الذي يتأرجح حاليا بين هاوية التجهيل وهاوية المجهول.